قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح غدا عددا من المشروعات القومية الكبرى في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، من ضمنها المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث في العالم والتي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرولوس، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 14400 ميجا وات، أي حوالي 50% طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التي تعد الأضخم من نوعها في العالم.